أحب يعني أوجه رسالة للإرهابيين والحاقدين إن مصر لن تسقط، والداعمين ليهم، لأن مصر هي الأم الولادة، فمصر عاصية عليهم، ومهما سقط منا شهيد فمصر كل يوم في 100 مليون مشروع شهيد بيدافع عن بلده. طبعا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم لأسر الشهداء. أي حد يحاول يعمل غدر في البلد دي أو يأذيها أو يأذي أي شباب منها، إحنا مكملين وإحنا مش بنخاف من أي حد، ودي بلدنا. أنا أم شهيد وقدمت أخوه الثاني في نفس الكلية، وانا نفسي مستعده اعمل اي حاجه في سبيل يعني بلدي تحت اي قياده من قياده الشباب بتوع اولادي كلهم، واحنا مش بنخاف ودي بلدنا واحنا ما عندناش غيرها. انا بقول لكم ان مهما تعملوا مش هتقدروا على المصريين، ولا هنطاطي راسنا، هتفضل راسنا مرفوعه لفوق، واللي ما عملهوش اولادنا احنا هنكمله، واللي عندها ابن تاني هتدخله الشرطه والجيش، وهتفضل الشرطة والجيش سهم في قلوبكم، وهيفضل الشعب المصري مرفوع الراس، وولادنا في الجنة وانتم ملعونين في النار ان شاء الله.